مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذا الحوار الذي سنلقي الضوء من خلاله على بعض الشركات التي تشارك في طبعة جايتكس لهذا العام. هذه المرة سنلقي الضوء أكثر على شركة سيسكو ومشاركتها في هذا المعرض من خلال هذا الحوار إلى السيد منذر علوش وهو مدير حلول الفيديو بسيسكو الخليج. مرحبا بكم سيد منذر، وبداية كيف ترون جايتكس هذا العام؟ سيسكو حريصة على المشاركة بجايتكس لعرض آخر أجهزة اتصال مرئي وأحدث أجهزة الاتصال المرئي. جايتكس هاي السنة في حضور كبير من عدد من المشاركين والموزعين والشركات الرائدة في مجال التقنية، ونتأمل أنه يكون معرض ناجح مثل كل سنة. حدثنا أكثر وعرفنا بالمنتجات التي تطرحونها في منصة سيسكو. سيسكو بتعرض هاي السنة بجايتكس مجموعة من أجهزة اتصال مرئي وحلول اتصال مرئي للتواصل والتفاعل بين الشركات عن طريق الحلول المرئية. اللي معروض هالسنة بجايتكس يتضمن جميع خطوط الإنتاج من سيسكو، بما في ذلك أجهزة الاتصال المرئي الشخصية، أجهزة الاتصال المرئي لغرف الاجتماعات، وأجهزة الاتصال المرئي التيلي بريزنس. من خلال هذه الأجهزة وهذه المنتجات كيف تقيمون السوق الخليجية؟ أتعتقد بأن العام 2010 يمكن أن يوصف بالجيد من خلال المبيعات؟ يعني هناك تطور بالعام 2010 بالمبيعات، تطور البنية التحتية في دول الخليج ساعدت على استخدام حلول مثل حلول اتصال مرئي بشكل أوسع وشكل متعدد، اللي تستفيد الشركات من حلول اتصال مرئي في تخفيض تكاليف السفر، في اتخاذ القرارات بشكل أسرع، وفي التفاعل فيما بينها بشكل أفضل بما بين داخليا وخصوصا مع شركات أخرى في المجال نفسه. إذا يمكن أن نقول بأن 2011 سيكون أحسن من 2010 باعتبار 2010 كان عام بداية الانتعاش مقارنة بما مضى. نتأمل أنه 2011 إن شاء الله راح يكون أحسن بشكل عام. التطور اللي عم بيصير بالبنية التحتية بالمنطقة بيخلينا متفائلين أنه عام 2011 راح يكون عام جيد للجميع. نتمنى لكم التوفيق سيد منذر علوش مدير حلول الفيديو بسيسكو الخليج. أشكركم كذلك مشاهدينا. هذا عمار طيبي يحييكم من الرؤية الاقتصادية.